احتضنت أكاديمية سباير في الفترة ما بين 17 و25 من فبراير الجاري معسكراً تدريبياً لمشروع شاين البرازيلي، وهو ثمرة تعاون بين اللجنة الأولمبية القطرية وأكاديمية سباير والاتحاد القطري لألعاب القوى واتحاد ألعاب القوى في ريو دي جانيرو ومنظمة المستقبل الأولمبي فوتورو أولمبيكو، وهي منظمة غير ربحية أسسها البطل الأولمبي البرازيلي أرنالدو دي أوليفييرا صاحب الميدالية البرونزية في أولمبياد أتلانتا 1996 ومدرب الفريق. احنا الفكرة منها قيمة قبل الألعاب الأولمبية كان مشروع هناك بيننا وبين الجهة المنظمة لهذه المشروع، كانت لنا زيارات كثيرة قبل الألعاب الأولمبية، بعد الألعاب الأولمبية، أثناء الألعاب الأولمبية عملنا فريق كبير لهذا المشروع. تم اختيار 200 لاعب لهذا المشروع، تم تصفيتهم إلى تقريبا 10 لعيبة، هم حاليا موجودين هنا عندنا في سباير يتدربون تحت في الأكاديمية. الفكرة منها أن هي التواصل والتنسيق بيننا وبين الجهات المنظمة بحيث نحن نعطي الفرصة للرياضيين اللي ما يحصلون أي فرصة على أنهم ممارسة النشاط الرياضي اللي يحبونه مثل ألعاب القوى. الآن الفريق هذا إن شاء الله أتمنى أن يكون على منصات تتويج يوم من الأيام. في الأخير هي فكرة هي خيرية مساعدة هؤلاء الفقراء في ممارسة النشاط الرياضي اللي يحبونه. Tem alguma diferença sim do treinamento daqui da Spar Academy com o treinamento do Brasil. Agora mesmo na musculação aqui o treinamento com Alex na Terra, nos exercícios diferentes, assim não tão diferente, mas alguns diferentes que com certeza eu irei aplicar lá no Brasil. A diferença é que aqui vocês têm uma grande infraestrutura, no Brasil nós não temos. وفي شهر مايو من العام الماضي تنافس ما يقارب 200 من أفضل الرياضيين الموهوبين الواعدين من ريو دي جانيرو في بطولة لألعاب القوى نظمها المشروع، وذلك من أجل الفوز بواحدة من المقاعد العشرة للسفر إلى قطر والمشاركة في معسكر تدريبي في سباير. Actually we are proud to be part of this project, Shine project, in which we will with the QOC and Qatar Athletic Federation give an opportunity for athletes from underprivileged areas in Rio to come to join us here for training with our athletes, with our coaches, with our sports science staff. البرنامج منح فرصة لهؤلاء الرياضيين البرازيليين القادمين من ظروف اجتماعية صعبة. Dificuldade para classificar foi a competição que teve no Rio, entendeu? E eu estava para eu não era o favorito da prova de 100 metros, porque a minha prova oficial é o 110 metros com barreiras. E aí então eu entrei no intuito de fazer um bom resultado, entendeu? Mas também não estava pensando nessa viagem e consequentemente o resultado saiu e eu consegui me classificar para poder participar do projeto. بالقدوم إلى قطر باستضافة كاملة من اللجنة الأولمبية القطرية وبشراكة أكاديمية سباير العالمية ومختبرات العلوم الرياضية المتطورة وصالات اللياقة المجهزة بأحدث التقنيات، بالإضافة إلى المرافق الأخرى كالسكن والمسبح الأولمبي والمطعم والعيادة الطبية.